وجيت على الكندي قبل طيارتي بساعتين. شو اسوي؟ انا لازم اسوي وداعية طبعا قبل ما ابلش اجازتي. يلا دكتورة الحين بتسوي ايش؟ راح ها حبيبتي ام سو سوري بس انا يلا الحين شو راح نسوي دكتورة؟ هلا بدنا نلقي نظره بنشوف بعد الاولتيرا شو في شيء عنا زعجنا بالبدايه. بعد الاولتيرا احيانا ممكن يكون في اماكن فيها شوي نفخ بالوزن. هلا هي بعد كم يوم بتلاقي كلياته بتروح، حتى تحسي في شويه الم لانه مثل رد خفيف لحتى نعمل شد، وبالتالي ممكن احيانا تحسي هالشيء. هذا خلال تقريبا 3 4 ايام كلياته بالرسودنتوره. كثير سانس والله اني كثير مستانسه من الالتيرا هذه الحمد لله. يعني كثير ما بعرف هلا يوم عن يوم حتلاقي احسن. هلا حبايبي شلونكم؟ تذكرون الانتي ايج اللي انا سويته قبل 3 اسابيع تقريبا؟ سويت الابر نظاره حلو مال انتي ايج بلس، عطوني كريمات اثنين صغار قالوا لي روحي البيت جربينهم وشوفي النتيجه. صراحه النتيجه شنو هي؟ اول شيء انا بعد الولاده صار عندي مسامات بشرتي، اوكي، من كثر ما انا اعتني بشرتي بس كم كان بعد مسامات. والله ان الحين صار لي تقريبا 3 اسابيع في فرق. لو انتم لو شفتوا الفيديو مالي لما سويت ميك اب مع حنان نجادة ترى كانت المسامات مره كبيره، وشوفوا الحين صورتي اول امس شلون مسامات كلش مختفيه. هذيل الكريمات صراحه الاثنين I think they're the best. أنا الحين راح أكمل عليهم إن شاء الله 2-3 أشهر وهم بعد راح أشوف. Thank you so much. Really thank you. Thank you. Thank you. Dad, 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 dad. This is so cute, dad, dad. أنا حياتي. أنت من وين أنت؟ أنت شنو حلو؟ أنت ليش حلو ليش؟ أخذوا معي إجازة. ها؟ والله أحلى إجازة بعمل له برونزاج. ها؟ You like it, mama? Huh? Ah! 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 Ay! Ay! Sorry. Ah!